أهلا بكم، حلقة جديدة من يا هلا. العناوين هي البداية. هيئة التخصصات الصحية ترد على دراسة أكدت أن 70% من الكوادر يعانون نفسيا. تحذير من طرق وحيل لسرقة السيارات من خلال رقم الهيكل. تأسيس أول مصنع لصهر النحاس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية. حياكم الله. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للملك تشارلز الثالث، هنأه خلالها باعتلائه العرش، إذ يذكر أن أعضاء مجلس الجلوس على العرش البريطاني وقعوا على إعلان تنصيب تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة بعد يومين من وفاة الملكة إليزابيث الثانية. أعلنت وزارة الداخلية عن إجمالي مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الذين تم ضبطهم خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة. أوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين بلغ نحو 15700 مخالف، منهم أكثر من 9300 مخالف لنظام الإقامة وأكثر من 4200 مخالف لنظام أمن الحدود و2011 مخالفا لنظام العمل. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. تذمر أو كنا في حلقة سابقة قد تطرقنا إلى دورات تطوير الذات وما قد ينتج عنها من خزعبلات وتأثيرات مع الدكتور خالد أبو الشامات، وهو أستاذ جامعي مشارك وباحث في برامج التنمية الذاتية. تشعبنا يمكن بالنقاش والحوار إلى أن ذكر الدكتور أن 70% من الكوادر الصحية في المملكة يعانون من مشاكل نفسية. طبعا هذا التصريح حدث ردود فعل واسعة حقيقة، وأثار حفيظة الكثير من منتسبي التخصصات الصحية لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، وبلا شك طالبت بعض الجهات المعنية بحقها في التعليق والرد. لذا أسعد أن يلتحق بي عبر سكايب الدكتور سعود العمر المشرف على برنامج داعم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر سكايب. حياك الله معنا دكتور سعود. الله يحييك ويحيي الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك دكتور سعود. دكتور، يمكن وردكم يمكن ما تم تداوله في حلقة يوم الخميس الماضي حول إحدى الدراسات المرتبطة بالحالة النفسية للممارسين الصحيين. أود أن أوضح فقط دكتور أن الدكتور خالد أشار إلى أنها أكثر من دراسة، هي دراسات 2005 2018 2020 و2021، وإحنا قمنا أيضا بالبحث عن عدد من الدراسات التي توجدناها أيضا موجودة ليس فقط على مستوى المملكة وإنما على مستوى العالم. تفضل دكتور إذا كان لكم من تعليق على ذلك. أول شيء أشكر لكم استضافتكم. الله يحييك. اهتمامكم بهذا الموضوع يدل على وعي القناة ووعي مقدمي هذا البرنامج. لعلي يعني قبل ما أتطرق إلى النسب أتطرق إلى أهمية العافية والصحة النفسية في بيئة العمل أو في المجتمع عموما، وأهميتها البالغة للفرد والمجتمع لا تقل أبدا عن أهمية العافية البدنية، وأيضا دورها العظيم في تحسين إنتاجية العمل والتقليل من أخطار الاحتراق النفسي والمهني. مفهوم العافية أو دائما نحن نسميه بالمصطلح الإنجليزي well-being، قد ورد المفهوم العافية في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 50 موضع للدلالة على أهمية العافية للفرد والمجتمع. يعني مثلا في حديث عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله. قال: سل الله العافية. يقول: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والأحاديث في هذا كثيرا من أراد الاطلاع. لما نتكلم عن مفهوم العافية والرفاهية، هي
تشمل عنصرين: الشعور الجيد بالمشاعر الإيجابية، السعادة، الرضا، المتعة، مشاركة، الأمان، وأيضا أن تؤدي وظائفك بشكل جيد. اللي دائما تكلمون الآن في مرحلة ما بعد كورونا، دائما صرنا نسمع مصطلح البيرن آوت أو الاحتراق الوظيفي. في ناس كثير ما تعرف إيش المصطلح هذا، إيش درجاته، كيف طريقة تشخيصه. حقيقة الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من التوتر والإجهاد المرتبط بالعمل، يعني هو حالة من الإرهاق البدني والنفسي، تتضمن إحساس بتراجع الإنتاجية، فقدان الهوية الشخصية، إنهاك عاطفي، يميل الفرد إلى تقويم ذاته سلبياً، تدني كفاءته في العمل، أيضاً يفقد العنصر الإنساني في التعامل مع الآخرين. هو طبعاً له درجات يعني كثيرة، بعض الباحثين صنفوه تقريباً أو وضعوه في 12 درجة، والأشهر أنه 5 درجات، وله كل مرحلة أو كل درجة منها معناته أنها شديدة أو تتطلب تدخل علاجي. يمكن التقسيم اللي يشمل 5 مراحل، ممكن المرحلة الرابعة أو الخامسة هي المرحلة الشديدة اللي تتطلب تدخل علاجي، أو سواء سلوكي أو دوائي، وهذه يعني نسبها قليلة ليست عالية، وراح أتطرق لقضية النسب لما نجي إلى الحديث عن النسب. إذا حابة برضه أيضا أتكلم عن إيش أسباب الاحتراق الوظيفي، أسبابه طبعا كثيرة، تعتمد تختلف من مهنة لأخرى ومن منشأة لأخرى وحتى من منطقة لأخرى، لكن لما أتكلم أنا بالعموم: فقد السيطرة، عدم التحكم بالمهام، صعوبة اتخاذ القرارات اليومية، ساعات العمل الطويلة، فقدان التوازن ما بين التزامات الأسرة والعمل. يعني شفنا في جائحة كورونا أغلب العمل كان عن بعد، فما عاد في خط فاصل ما بين العمل وما بين المهام المنزل. يعني تلقى أن يفترض العمل يخلص 4 أو 4:30، تلقى الناس عندهم اجتماعات بعد المغرب بعد العشاء، بل لا زال في ناس إلى الآن يقولون والله نرد على الاتصالات بعد المغرب بعد العشاء، نرد على إيميلات، ما عندنا وقت مخصص للأسرة، ما عندنا وقت مخصص للعمل. أيضا العمل المتواصل بلا إجازات، أيضا بعض الموظفين قد يعني يصل إليه مديره أو جهة عمله حتى وهو في إجازة، قد يكون يعني ما فيه سهولة إلى الموازنة بين العمل والمنزل. أيضا سياسة بعض العمل في بعض المنشآت والتنظيمات الإدارية، التوقعات الوظيفية غير الواضحة، غموض الأدوار، شح الموارد، نقص المحفزات. لكن لما أتكلم عن الجانب الصحي والمهن الصحية، فيها يمكن عوامل مختلفة قليلا، مثل التعامل مع الحالات الحرجة، الألم، المعاناة، الإصابات، يأس العائلات. ولعلي هنا دكتور سعود يمكن نعود المبدأ حديثنا اليوم، هل هناك أي دراسات لديكم في هيئة التخصصات الصحية تقيس مدى الانعكاس يمكن النفسي أو الأثر النفسي إذا جاز لنا تسميته على الممارسين الصحيين، أطباء، ممرضين، رجال إسعافات أو فرق إسعافية، أيا كان نوع هذا الممارس، هل هناك أي دراسات لديكم؟ طبعا في دراسة لكنها طور المراجعة وراح تنشر بإذن الله قريبا، لكن أغلب الدراسات المحلية والدراسات العالمية لما تتكلم عن الاحتراق الوظيفي ونسب التوتر، لما تعطيك مثلا نسبة 60 أو 70%، خلينا نتكلم طبعا في فرق بين قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا. بعد جائحة كورونا تضاعفت الأعداد، يعني في دراسة أمريكية تقول تضاعفت بمقدار 3 مرات القلق أكثر من السابق، الاكتئاب تضاعف 4 مرات. لكن لما نتكلم الآن عن لما يكون عندي نسبة مثلا نسبة 60، هذا عند الممارسين بس عشان نوضح للي تابعنا دكتور، هذا الممارسين الصحية ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام هذه. طيب أنا أتكلم بشكل عام، والنسب الآن اللي موجودة حاليا سواء داخل المملكة أو خارج المملكة للممارسين الصحيين أو حتى اللي في القطاعات الأخرى تراها متشابهة قريبة، حتى لما نقول مثلا تتراوح طبعا ما بين 20 إلى 50 إلى 60%. لكن لا بد أني أفسر هذه 60 أو 70%، إيش معناها؟ لما أنا أتكلم في 60% مثلا من موظفين قطاع معين أنهم يعانون، ليس بالضرورة أن كل 70% عندهم احتراق وظيفي عالي. قد يكون أولا الجزء الأكبر منهم يكون الاحتراق متدني، يعني نسميه المايلد أو الخفيف، وهذا ما يؤثر عليه ولا على وظائفه ولا أيضا يؤثر على مهامه ولا يحتاج أي أصلا حتى أي تدخل علاجي. قد تكون فيه نسبة 20% من إجمالي، قد تكون متوسط، و10% أو أقل
تكون نسبة شديدة قد تحتاج إلى تدخل علاجي أو سلوكي، لكن ليس بالضرورة أنها تحتاج تنويم. يعني أنتم دكتور ما عندكم مشكلة في رقم 70% أبداً اللي ذكر؟ نعم، كرقم 70% يعني طبعاً في حاجة برضو لازم أني بالتفاصيل يمكن تفاصيل اللي ذكرنا عنها ومستوى 70% منهم أطباء ممرضين، هنا كانت النقطة اللي ترون. تفضل. لا طبعا تختلف، حتى الأطباء فيه تختلف من تخصص إلى آخر. يعني في بعض التخصصات عندهم الاحتراق أعلى من تخصصات أخرى، في بعض المناطق أعلى، في بعض في نفس المستشفيات، في بعض القطاعات. مثلا خلينا نتكلم عن جائحة كورونا، اللي كانوا في الخط الأمامي صح، الاحتراق عندهم أكثر من اللي كانوا في التخصصات الأخرى. لكن في نقطة مهمة أيضا، لما أنا أجيب مقاييس هذه زي مقاييس اللي تستخدم في الاحتراق الوظيفي، في مقاييس أنا يعني أنا كموظف أو كفرد أنا اللي عبيها، ما فيها جلسة مع مختص، فتعتمد على فهمي أنا للعنصر، يمكنني أفهمه بشكل خاطئ، ربما ما تكون إجابتي صحيحة. فلذلك المقاييس اللي يسمونها سيلف ريتنج أو المقاييس الذاتية، هذه فيها نسبة الخطأ عالية جدا، وحتى لما تعطيني مؤشر أن فيه احتراق عالي أو فيه مؤشر اكتئاب عالي، لا يعني أن فيه اكتئاب بالضرورة، لابد أنه يزور إلى الطبيب المختص ويجلس معه في العيادة حتى يتم تشخيصه عياديا أو داخل العيادة حتى نتأكد. المقاييس هذه فقط أداة مسح وليس أداة تشخيص. نعم. طيب هل في تعليق محدد لديك دكتور سعود؟ يعني اليوم احنا يمكن تكلمنا مع الدكتور خالد على دراسة مسحية، وأعيد التأكيد بس يمكن بعد ما نخلص حديثنا بوضح عدد من النقاط، لكن كانت دراسة مسحية عام 2005، ثم أجرى دراسة مسحية أيضا في عام 2018، بعدها هناك عدة دراسات لم يقم بها الدكتور خالد، وجدها فريق الإعداد ويمكن أزودكم فيها، عام 2020-21 يمكن كان فيها هنا الأثر واضح فيما يتعلق بكورونا، الأثر النفسي على الممارسين الصحيين فيما يتعلق بكورونا. لذلك هل النسب اليوم اللي يتحدث عنها، الأثر النفسي اللي يتحدث عنها على الممارسين الصحيين من خلال رصدكم اليوم في هيئة التخصصات الصحية، هل هناك أي مشاكل يعاني منها الممارسين الصحيين؟ كيف يتم التعامل مع الممارسين الصحيين إذا وجدتوا أنه في أثر نفسي كالتوتر والقلق والاكتئاب عليهم؟ جميل. طبعا النسب زي ما قلت لك، أرجع وأقول النسب اللي تعملها الدراسات المسحية نسب صحيحة، لكن لا تعني بالضرورة أنها تشخيص، فقط هي نسب مسحية تقول لك إن ما في شك في احتراق، لكن هل الاحتراق عالي؟ يعني خلي أعطيك مثال في أحد الأقسام في أحد المستشفيات عملوا دراسة، لكن كان المقياس ما هو دقيق. نسبة الموظفين اللي عندهم احتراق كانت 92%، لكن ما كانت صحيحة، لما رجعنا بمقياس آخر طلعت النسبة أقل بكثير. فالنسبة العظمى هذه اللي من 90% كان كلهم جدا خفيف وما أثر عليهم بشكل يومي، يعني ضغوطات يومية، يعني يجيك يوم مزاجه كويس، يجيك يوم مزاجه ما هو جيد. حتى الدراسات اللي عملت، أنا صراحة ما طلعت على الدراسات اللي نشرها الدكتور، لكن بعض الدراسات لابد نحط في بالنا أنها تكون على عينة معينة، مثلا على طلاب طب، الطلاب الجامعات، على أطباء امتياز، على منطقة محددة، على مكان محدد، أو ربما بعض المرات في ظروف محددة وقت امتحانات، بتكون أكيد النسب بتكون أعلى، أو ربما تكون وقت الجائحة، وقت الجائحة حتى عموم الناس كانت نسبة القلق والتوتر عالية جدا. أي عند الكل، يعني مو بس الممارسين، كلنا كان عندنا قلق. هذا لا يعني أن ما فيه يعني ضغوط نفسية على الممارسين، لا فيه ضغوط. كم نسبتها لا يحضرني العد، كم نسبة النسبة الدقيقة الشديدة، لكن على حسب الحالات اللي تردنا اللي راح أنا أتكلم عنها. سألتني سؤال تقول إيش عملت هيئة التخصصات؟ صراحة هيئة التخصصات عملت خطوة استباقية تقريبا من 2017، بدأنا فيه من 2017 برنامج داعم، وهو برنامج للممارسين الصحيين لتعزيز البيئة، طبعا كان هو ابتداء للمتدربين لتعزيز البيئة التدريبية، وأطلق في 2019. كان هدفه خطوة استباقية تعزيز البيئة التدريبية، تمكين المتدربين من النمو والتعلم في بيئة ملهمة، وكذلك توفير منصة آمنة للمتدربين لمساعدتهم لأي متدرب عنده تعثر أكاديمي، تعثر نفسي. طبعا يشمل على كان يشمل على مسح استبيان، وهو اللي قلت لك في طور المراجعة، إعداد بيئة محفزة، تقديم خدمات إرشاد وعلاج تفاعلية يشرف عليها زملاء من الطب النفسي والعلاج النفسي، يعني تقريبا أكثر من 54 مستشار. هذه الخدمة، عشان إجابة لسؤالك، هذه الخدمة تخدم أكثر من 16 ألف متدرب،
وأكثر من 500 ألف ممارس صحي، ومنذ انطلاق الخدمة إلى الآن عدد الحالات لا يتجاوز 1-2% من المجمل. خلنا نقول أن في مجموعة من كافة الممارسين الصحيين بكل كل أنواع طيب متدربين نعم. بس خليني أقول أن في نسبة مثلا يحتاجون لكن ما قدروا يوصلون أو ما يبون خلها توصل إلى 5%، لا زال العدد قليل جدا. هذه أتكلم النسبة اللي وصلوا إلى احتراق أو إلى بعض الضغوط النفسية اللي تحتاج تدخل علاجي أو سلوكي. كم النسبة العالمية دكتور سعود دائما الاحتراق الوظيفي للممارسين الصحيين، النسبة المقبولة؟ ما في شيء اسمه نسبة مقبولة، لكن تختلف من تخصص إلى آخر. أمريكا توصل في بعض النسب إلى 60-70%، لكن 70% زي ما قلنا ما هي بالضرورة أنها أثرت على الجميع. يعني 70% ممكن منهم 10% أثرت عليهم، 20% يحسون بالأعراض لكن لا زالت إنتاجيتهم جيدة، والبقية ما أثرت عليهم بالمرة. يعني مو كل الحالات تستدعي دائما التدخل، وجود دعم نفسي سواء كلينيكي أو حتى العلاج السلوكي أو حتى العلاج بالعقاقير، في بعضها يمكن تتجاوز هذه المرحلة بدون ما يكون في تدخل. إيه نعم، وكثير وأغلب الحالات تكون بدون تدخل، أغلب الحالات. طبعا احنا نتكلم عن يعني أهمية، طبعا الهيئة لما أطلقت البرنامج ما ركزت فقط على الجانب العلاجي، لا، أطلقت برنامج أو مبادرة الإطار الوطني. مبادرة الإطار الوطني هو إطار وطني موحد للعافية في المراكز التدريبية. إيش هدفه؟ هدف سهولة وصول المتدربين إلى أي خدمة دعم نفسي داخل المركز التدريبي، يعني مو لازم يتواصل مع الهيئة، هذه واحدة. الثانية تشتمل الإطار هذا أو الفريمورك يشتمل على معززات الصحة النفسية، تأكيد أهمية نمط الحياة الصحي. نعم. أيضا نعم. دور أسباب الاحتراق الوظيفي، لوائح خاصة في الصحة النفسية. أخيرا أيضا يشمل على خارطة الطريق كيفية تأسيس وحدات دعم نفسي داخل المراكز التدريبية، وتوفير إشادات عامة حول أهم الخطوات التي يجب تتخذها المراكز التدريب. سؤال الأخير دكتور سعود، هل عندنا نماذج اليوم لمؤسسات صحية محلية تعنى بجانب الصحة النفسية للممارسين الصحيين؟ نتكلم منتشرة في مناطق المملكة ولا لا هي مركزية من خلال الهيئة فقط؟ طبعا الهيئة هو يعني أشهر برنامج فيه. المستشفيات الآن بدأت فيه عيادات الاحتراق الوظيفي اللي أطلقتها وزارة الصحة، وفي مستشفيات الآن حاليا في بعض المستشفيات داخل في الرياض عندهم وحدات دعم نفسي، لكن في بداياتها مهتمين كثير من المنشآت الصحية أو حتى غير الصحية المعلومية في قطاعات داخل المملكة الصناعية وغير صحية، عندهم برامج وعندهم اهتمام وتوجه للاهتمام بصحة الموظفين. ممتاز، يبدو أن الصورة اتضحت الآن، يعني بعد ما نشرنا يمكن هذه الدراسة وذكرها ضيفنا في الحلقة الماضية. شكرا جزيلا لك دكتور سعود العمر، مشرف برنامج داعم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لهذه الإيضاحات. شكرا لتفاعلكم الإيجابي مع ما طرح في برنامج هلا. أود أن أذكر فقط لأنه كثير حقيقة من اللغط دار حول موضوع هذه الدراسة، والبعض يعني ذهب إلى تأويلات أكبر. بالبداية ما ذكره الدكتور خالد أبو الشمات أنه كان هناك دراسة أجراها هو نفسه، أو هي دراسة مسحية لعينة معينة من الطلاب عام 2005، ثم أجرى دراسة لاحقة بعد ذلك للطلاب، كذلك لديه دراسة أخرى عن الأطباء لم تنشر. فريق الإعداد لدينا قام بالبحث وإيجاد تقريبا أكثر من 3 دراسات عام 2018 و2021، كلها كانت تعنى بالحالة النفسية والأثر النفسي للممارسين الصحيين. هذا استدعى حقيقة الدكتور خالد أنه يقدم اعتذاره بشكل مباشر وصريح عن اللبس وسوء الفهم اللي حصل في الحلقة الماضية. دائما الدراسات المسحية ما يكون فيها هامش خطأ، لا يوجد جزم كامل بهذه النتائج، والمختصين من يقومون بإجراء هذه الدراسات يفهمون هذا الكلام جيدا. لم نتكلم بلغة التعميم، تكلمنا أنه هذه الفئة التي تم إجراء الدراسة عليها. فلذلك نود فقط أن نوضح هذه الجزئية، يمكن مع تعليق هيئة التخصصات الصحية اليوم يجوز لنا إغلاق هذا الملف. بعد الفاصل لنعوده.
حياكم الله من جديد. في مشروع سيوفر البيئات من الوظائف الإدارية الهندسية الفنية، وقعت الهيئة الملكية في رأس الخير اتفاقية تخصيص الأرض مع شركة النحاس الخليجية لإنشاء مصنع صهر النحاس وإنتاج ألواح كاثود النحاس بطاقة إنتاجية تساوي 150 ألف طن سنوي، كأول مصنع لصهر النحاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. للتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم معنا في الاستوديو هنا المهندس محمد العقيل، المطور والرئيس التنفيذي لشركة النحاس الخليجية. أهلا بك مهندس محمد، شاكرين قبول دعوتك وحضورك يا هلا اليوم. أهلا وسهلا. الله يحييك، أهلا وسهلا. أول شيء خليني يمكن أبدأ من العنوان اللي تكلمنا عنه اليوم، هو أول مصنع لصهر النحاس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ماذا يعني ذلك لكم أنتم في الشركة؟ نعم، هو يعني للمملكة بشكل عام، وحنا عندنا قصص مع الصناعة بدأت في البتروكيماويات أولا، يمكن أول بالنفط، بعدين البتروكيماويات، بعدين الفوسفات والألمنيوم والحديد، الآن ندخل على اللافلزات اللي هي صناعة النحاس. النحاس عندنا صناعات تحويلية، لكن الصناعات الأساسية الكاثود هذا نستورده من برا بطاقة إنتاجية يمكن أو احتياجنا بالسوق المحلي 150، الاحتياج للمنطقة بشكل عام 650 ألف طن. فستبدأ إن شاء الله، وهذه خطوة أولى لصناعة النحاس عندنا في المملكة العربية السعودية كمادة أساسية لصناعات تحويلية أخرى كثيرة بإذن الله. ماذا يعني اليوم بالنسبة لنا وللمملكة أن يكون عندنا مصنع لصهر النحاس وإنتاج ألواح كاثود النحاس، ما الذي يعني ذلك؟ والله شوف يا أخي جمال، إن يمكن أنت اطلعت على رؤية 2030 وكان مخصص للتعدين حيز كبير، تطوير صناعات تعدينية بالمملكة. صناعات تعدينية بالمملكة فيها أول شيء استقلال للثروة المعدنية الموجودة في الأرض سواء أو السكراب الناتج. اليوم حنا نصدر كل السكراب برا. اثنين، هي يوفر لك سلاسل إمداد لصناعات كثيرة ما هي موجودة عندنا الآن. يمكن طلع وزير سمو وزير الطاقة كان سؤال أيوة كان سؤال له إن متى تجي صناعات سيارات وصناعات طيارات، فكان يقول خلينا نوفر أول سلاسل إمداد محلية، لأنك أنت لو جبت مستثمر خارجي المواد بيستوردها من برا، فأنت ما ضفت أي حاجة، هو يستفيد من فلوسك من هنا إنك أنت تبني له مصنع، لكن يجيب المواد كلها من برا. فإن شاء الله هذه فاتحة خير أن يكون عندنا هذا المصنع النحاس ومصانع أخرى أو مناجم مثل ما شفتوا قبل يومين. نبارك لمجموعة العجلان، فازوا مع شركائهم في التنقيب في منطقة القوعية على أول منجم حيكون نحاس وزنك، فهذا برضو يدخل في صناعات تحويلية كثيرة للمملكة، منها صناعة مثلاً يمكن تسمعون صناعات السيارات الكهربائية الآن كيف داخلة. فالسيارة العادية الآن فيها 4 كيلو نحاس، السيارة الكهربائية فيها 100 كيلو نحاس. فشوف أنت إذا جبت سيارة لأنه موصل أيوة موصل، وتعرف هي يدخل في جزء كبير من قطاع الغيار للسيارة. صناعة السفن الآن تعرف أن المملكة داخلة في صناعة السفن وصيانة السفن، فالسفن تعتمد كثير على خلائط النحاس. صناعة الأسلحة برضو تستخدم خلائط النحاس، فيوفر سلاسل إمداد كبيرة، بالإضافة إلى أن تجارة السلع كشركات تجارة سلع هذه موجودة في دول متقدمة كثيرة ولها وتتحكم في تجارة السلع. أنت إذا وفرت هذه السلع عندك يمكن الشركات هذه تجي أو أنت تنشئ شركات سلع عندك. نعم. هل يعني ذلك اليوم أنه 150 ألف طن اللي يفترض أنه ينتجها هذه المصنع ستذهب جميعها للطلب المحلي؟ هل هي كافية للطلب المحلي ولا هي تغذي جزء من الطلب المحلي القائم؟ هي تغذي جزء من جزء من الطلب المحلي. في مشاريع في طور التطوير الآن
موجودة. هذا المصهر اللي عندنا بالمناسبة هو سكندري سميلتر، هو ثانوي يستخدم السكراب. اليوم احنا نصدر تقريبا 150 ألف طن سكراب برا، راح نستخدم هذا السكراب كله لينتج منه كاثود. في دراسات الآن أو تطوير، شركات تطوير مع شركاء أجانب، أن يكون عندنا برايمري سميلتر اللي هو المصهر الأول، يستخدم معدن النحاس الخام من الأرض، وراح يكون بالبداية طبعا تجي المواد من مناجم خارجية لنطور مناجمنا الموجودة الآن. اليوم كمطور، كرئيس تنفيذي مهندس محمد، أبغى أسمع يعني وجهة نظرك في القطاع الصناعي بشكل عام خلال يمكن الخمس سنوات الماضية. وش اللي تغير عليكم؟ وش اللي طرأ اليوم وحفزكم للذهاب لهذا المصنع، وحفزكم أو يحفزكم حتى مستقبلا للذهاب لشراكات جديدة؟ ما الذي تغير؟ شوف بالأمانة، إذا تكلمنا عن الدعم الحكومي والخدمات اللي تقدمها الحكومة اليوم، عشان نكون منصفين لازم نتكلم بإيجابية وتفاؤل. حقيقة تغيير كبير. الآن هم شركاء، يعني بيني وبينك تروح تقدم على فكرة مصنع أو إنشاء مصنع، هي مجرد فكرة، تلقى ترحيب ومتابعة ودعم كامل. الآن مثلا مشروع هذا تعديني، يمكن أربع أو خمس جهات يمكن أقدر أعدها الآن وأشكرهم على تفاعلهم وعلى الدعم حقهم. الهيئة الملكية كان في تنافس، تخيل يعني الهيئة الملكية في ينبع وهيئة الملكية في رأس الخير، كان تنافس على المشروع هذا، لكن بما أن الصناعة التعدينية في رأس الخير فاختاروا أن يكون في رأس الخير. المركز الوطني لتنمية الصناعات داعم كبير، وزارة الصناعة طبعا، صندوق التنمية الصناعي، وزارة الاستثمار، فكلهم داعمين للمشروع هذا. وبرضو تعرف أنت، حنا بالمملكة المستثمر الأجنبي، لو جبت المستثمر الأجنبي هو يفضل أن يشوف دعم حكومي، يشوف أن الحكومة يدها مع في المشروع هذا، لأنه تعرف يمكن يجي من دول ثانية متخوف، ما يعرف ثقافتنا، ما يعرف. فالحكومة هنا والوزارات متمثلة بوزاراتها وهيئاتها تكون معنا مع مقابل المستثمر الأجنبي، فهذا داعم كبير لنا. لكن يمكن التحدي الكبير ما هو من جهة الحكومة، التحدي من القطاع الخاص. كيف؟ من المستثمرين، البحث عن المستثمرين. الآن المشروع هذا صندوق التنمية الصناعي يدخل فيه 50% تقريبا كتمويل، والبنوك التجارية تدخل 25%، يبقى 25% أفرض يدخلون فيها مستثمرين. اليوم المستثمر ما عنده ثقافة صناعية كبيرة أنه يدخل، خاصة المستثمرين في العقار. العقار صعب تسحبه، خاصة في أول ما تعرض أنت فرصة استثمارية أو دراسة استثمارية في حاجة اسمها MBV اللي هي Net Present Value، اللي هو يشوف، هي تقيس التضخم. تستثمر اليوم مثلا مليون تشوفه بعد ست سنوات، العائد على الاستثمار بعد ست سنوات يغطي رأس ماله. هو يقول لك أنا بعد ست سنوات المليون هذه كم تعادل مقابل التضخم؟ يعني 60% أو 70% يطلع أوكي، يعني بوزيتيف، تطلع يعني تطلع إيجابية. لكن يوم تشوف اليوم تضخم العقار اللي صاير، والله يرزق الجميع، يعني ما نضد حقين العقار، بس هو نظام كامل صعب تقنع. يقول لك أنا والله بعد ثلاث أربع سنوات العائد عندي أكبر، أدبال. احنا شفنا الآن معروضة يمكن النتائج عرضوها، اللي هو 19 و20 21 و22، العقار كيف حقق يمكن ثلاث أضعاف أو أربعة، فصعب تقنع. لو قسنا الدراسة هذه مع دول أخرى عندهم مؤشرات تقريبا الارتفاع بالعقار موازي للتضخم اللي حاصل في أي استثمار آخر. يمكن الحل لو بغينا نفكر فيه، حل يكون عندنا صناديق خاصة للدخول في الاستثمار الصناعي، مثل ما الآن موجود مثلا صناديق الاستثمار في الأسهم الهندية، الاستثمار في الأسهم الصينية، الاستثمار في أي مكان آخر، يكون موجود صندوق يستثمر في القطاع الخاص، تعرض عليه الفرص هذه ويشوف. برضو عندنا مثلا إدارة الأسيت، الأصول
برا في لو عندك مثلا مبلغ مالي واحد رأس مال يعني عنده يقسمها على شيء عالي الخطورة شيء منخفض الخطورة شيء. هنا يمكن الثقافة هذه ما هي موجودة عندنا، موجودة عند ناس معينين خاصة اللي يستثمرون برا مثلا، لكن عندنا مثلا ما هي موجودة. فالاستثمار الصناعي اليوم صراحة منخفض الخطورة، عائدة صحيح لا يقارن بالعقار اليوم موجود، لكن منخفض الخطورة جدا. هل أفهم منك اليوم أنه غالب الرساميل اللي موجودة اليوم للمستثمرين تتركز في القطاع العقاري أكثر من تركزها في قطاعات أخرى مثل الصناعة؟ والله شوف، هم الموجودين إذا كنتوا تبحثون عن مستثمرين من القطاع العقاري يروحوا للصناعي، هذا معناته أنه غالب المستثمرين موجودين هناك. هم المعروفين، يعني أنت تقدر تسميهم الآن المعروفين، هم مستثمرين العقار اللي مستثمرين في العقار، يعني معروفين عندهم رؤوس أموال ومعلنة ونشوف صفقاتهم يعني. فيمكن يحتاج تنظيم أو مثل ما قلت يؤسس صندوق ويشاركون فيه. طيب برجع يمكن للموضوع خاصة الأساس. أذكر أخ جمال قلت منخفض المخاطر، بعد برنامج شريك يمكن اللي يقرأ برنامج شريك. نعم. برنامج شريك يمكن يضمن نجاح الشركات بعد ما تشتغل. إذا كان متخوف واحد أو ما عنده ثقافة تصنيع مثلا ويدخل للاستثمار، برنامج شريك لو تشوفه داعم للصناعات خاصة بعد ما تشتغل وتنتج. يضمن وصولك لمرحلة معينة يدخل من الاستقرار أو الاستدامة. نعم، يدخل شريك يدخل شوف صناعات تعدينية رأس مال عالي، تكلفة التشغيل عالية، فلو سمح لو سمح الله صار فيه يعني تغير شوي اقتصادي، تعرف الدورة الاقتصادية يعني أحيانا ينخفض الطلب أو أحيانا يصير تضخم في العرض، فتكون البرنامج شريك هذا داعم. نعم. خلي أسألك برجع بس النقطة مهمة يمكن ذكرتها قبل شوية واستهليت فيها حديثك عن القطاع الصناعي، عن التعدين، عن النحاس كعنصر أساسي اليوم مهم. في كثير من الدراسات تقول أن الصين تسيطر على 80% من صناعة النحاس تقريبا أو ما يزيد، لكن سؤالي لك وين موقع المملكة من خارطة الصناعة على المستوى العالمي؟ كيف تتخيل مستقبلها وأنتم مقبلين يعني على هذا المصنع؟ شوف أنا مثل ما بديت، هي قصة بدت إن شاء الله الآن، يعني كان يحضر لها من 5 سنوات والآن بدأنا إن شاء الله. المملكة استضافت أكبر مؤتمر للتعدين في جانيوري اللي فات، وحضر فيه معظم المسؤولين عن التعدين في العالم، وحضر فيه يمكن 14 وزير من أفريقيا ومن آسيا الوسطى، هذه دول تحتاج بعد تطوير المناجم فيها، فحضرت كل المملكة، والمملكة إن شاء الله تبي تكون قائد، هي عازمة أنها تكون قائد في هذا القطاع خاصة للمنطقة المجاورة. الصين طبعا يمكن في قلق غربي على أن الصين تتحكم في هذا النسبة، لكن إن شاء الله نقدر نطور ونكون نغطي السوق المحلي ونكون يعني رائدين في هذا الصناعة إن شاء الله. يعني كل المؤشرات تقول، أنا ما أقول الكلام هذا إلا أن في مؤشرات كثيرة تقول راح يكون، بعض الدراسات تقول أن راح يكون في عجز في عام 2030 يعني كمية كبيرة 5.7، وهذا عرض في نفس المؤتمر، يعني الدراسات اللي عرضت المؤتمر كانوا يقولون الطلب رح يكفي. 5.7 بإيش العجز؟ 5 مليون طن في النحاس كعجز. نعم، عجز رح يكون. فالآن العالم داخل سباق، والمعدن وكلهم أجمعوا أن معدن النحاس هو المادة يعني الصعبة في السنين القادمة. هل تعتقد أنه وجود اليوم مصنع مثل المصنع اللي أعلنتم عنه يسهم في جاذبية السوق السعودية تحديدا لشركات صناعة السيارات الكهربائية؟ ما في شك، يعطيهم دافع اليوم لنقل أعمالهم للسعودية على سبيل المثال؟ نعم، هو شوف أنت إذا تبي تستثمر عندك 4 مقومات تقريبا، رأس مال بشري، الحمد لله اليوم عندنا مهندسين وعندنا فنيين وعندهم خبرة، يعني معظمهم اشتغل في مصانع بعضهم ابتعث، يكون عندك طاقة
عندنا احنا مصدر الطاقه ما شاء الله الحمد لله، يعني عندنا مواد خام، فالمصنع هذا توفير المواد الخام من المملكه. التكنولوجي باقي بس التكنولوجي، فالسيارة صانع السيارة يجيب التكنولوجي فقط التقنية وعنده كل المواد موجودة هنا، مدخلات الصناعة تكون موجودة. نعم كمواد خام. نعم مواد الخام كلها موجودة من حديد ونحاس، هو يجيب التقنية مع، وداخلين الآن في أكثر مشروع ناس تطور بطاريات الليثيوم، هو يدخل في صناعة السيارات. أتوقع أنكم تكونون مورد لإحدى الشركات اللي موجودة في السعودية للصناعات الكهربائية قريبا؟ والله أكيد، أن تعرف لوسيد مستهدفين أنتم هالشيء؟ إيه نعم، لوسيد الآن إن شاء الله حسب الأخبار أنها تجي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فإن شاء الله يكون هو أكبر مستورد لنا، نوفر لك الحاجات. هذا خبر جيد أن تكون شركة سعودية هي المورد الأساسي لإحدى صناعة السفن. نعم وكذلك صناعة السفن. صناعة السفن نعم. طيب خلني أسألك عن رأس المال البشري تحدث عنه وتكلم عن صناعة مهمة هنا، وش عند رأس المال البشري؟ عدد العاملين لديكم، عدد السعوديين العاملين في وظائف تقنية وفنية، نقل النوهاو والمعرفة في هذه الصناعة، هل هذا الشيء أيضا من ضمن خططكم؟ أي نعم أكيد، خططنا وخطط الوزارات اللي نشتغل معهم والهيئة الملكية. أول ما يسألون أول شيء كم موظفين سعوديين تحتاج؟ أعتقد المصهر ما يحتاج يعني تقنية ما يعرفها المهندس السعودي، يعني اشتغل في معادن واشتغل في سابك، أي تقني يقدر يخدم بالمصنع. المهندس عارف، أنت المهندس اطلع وأخذ تعليم برا وداخلي فمهيئ. أعتقد نسبة السعودة في هذا المصنع مرتفعة جدا، مرتفعة قد يعني تصل مثل سابق يعني بالتسعينات. من الجنسين. من الجنسين. من الجنسين. من الجنسين أكيد. اليوم المرأة موجودة في كل مكان يعني. ما في شك. القيمة، سلسلة القيمة اليوم مثل هالمصنع، وتكلمت عن يمكن سلاسل الإمداد، حدثني عن قيمة مثل هذا المصنع اليوم، وش الأثر اللي ممكن نشهده بعد 10 سنوات من الآن؟ شوف، هو المصنع هذا تعريفه لو عرفته من مستوى عالي، هو توطين للقيمة المضافة. هو عندك سكراب، عندك رأس مال بشري، وعندك طاقة، وعندك سوق، أنت كلها تجمعها، هذه هي هذه القيمة المضافة الآن تضيفها للبلد عموما. فالقيمة، أنت إذا دخلت في صناعة النحاس معدودين، يعني شركات معدودة، يعني 2021 فقط أمريكا وضعت هذا المصنع في نورث كارولينا، أول مصنع عندها من النوع هذا. فحنا ما حنا متأخرين، يعني معظم المصانع كانت تعتمد على المناجم، الآن المناجم جالسين نطورها، لكن المصنع هذا ما بدينا متأخرين، لكن إن شاء الله أنها خطوة أولى. و مثل ما ذكرت، توطين صناعات تحويلية كثيرة تدخل يعني تحت النحاس وخلائط النحاس، صناعات كثيرة مثلا حتى الأسلحة تدخل فيها، فكل هذه مذكورة وفق رؤية 2030. فتوطين المصنع المنتج هذا يخدم صناعات كثيرة مذكورة في الرؤية. حقيقة هو يخدم كثير من الأهداف للرؤية، سواء على جانب المحتوى المحلي، سواء على جانب برنامج الصناعات الوطنية ندلب، سواء على مستوى مستهدفات وزارة الصناعة، وزارة الاستثمار، الهيئة الملكية الجبيل وينبع. أنا أعتقد أنه يتقاطع مع كل هذه المستهدفات ويصب فيها بشكل مباشر، خصوصا أنه فيه استثمار كما تفضلت في رأس المال البشري. نشكرك جزيل الشكر على وقتك مهندس محمد العقيل، المطور والرئيس التنفيذي لشركة النحاس الخليجية. نتمنى لكم كل التوفيق، مشروع محفز، نتمنى إن شاء الله أن نرى نتائجه قريبا بإذن الله. شكرا الله جزيلا لك. إن شاء الله. شكرا. بعد الفاصل بنعود.
حياكم الله من جديد. نسمع ما بين الوقت والآخر عن تعرض البعض من الأشخاص لحوادث سرقة أو سرقة لسياراتهم، غالبا ما يتم ذلك بالطرق المتكررة والشائعة في عمليات السطو على المركبات كتهشيم الزجاج، سرقة المفاتيح وغيرها من الأسباب. في هذا السياق وعلى عكس ما هو معتاد من أشكال عمليات السرقة، انتشر مؤخرا مقطع فيديو يحذر من حيلة تمكن صاحبها من سرقة المركبة عبر رقم الهيكل الموجود فيها دون إلحاق أي ضرر بها. حول ذلك يسعدني أن أستضيف معي الأستاذ أحمد الحربي المتخصص في مجال السيارات. حياك الله أستاذ أحمد. أستاذ أحمد تسمعني؟ طيب خلونا نشوف الفيديو لحين جهوزية الأستاذ أحمد معنا، نشوف هذا الفيديو ونعود. أنت تعرف أن دائما أغلب السيارات يجي رقم الشاصي هنا، تمام؟ وهذا أكبر غلط، المفروض أنك تحط عليه ورقة، لو جيت عند رجل المرور ولا تفتيش تقدر تشيل الورقة عن رقم الشاصي حرصا على سيارتك، وأي أحد يكلم قول له شوف المقطع اللي قاعد يصير. الحين سحبت الكود وقاعد أقصه مرتاح. طبعا انتهت من القصة وهذه القصة، شوفوا تعينكم شايفينها، بسم الله. روح النقطة الثانية. شوف أنا راح أشغل على طول. شوف تعينكم، فكيت السيارة. وهذا مفتاح صديق والله. اشتغلت السيارة زي الحلاوة. طبعا هذا المقطع تم تداوله بشكل واسع حقيقة، وكان فيه كثير من التساؤلات حول صحة هذه الطريقة أو الآلية، في حيث أنك أنت تأخذ رقم الهيكل وتروح تقص مفتاح عليه وتشغل السيارة. كثير من المقاطع انتشرت خلال الفترة الماضية، أحدها يمكن اضطر الإدارة العامة للمرور أو الجهات الأمنية بشكل عام إلى التعليق على ذلك، وبأنه أمر غير صحيح، وأن المفتاح يمكن شفنا المقطع كله، المفتاح كان المفتاح الأساسي لصاحب السيارة، وما كان المفتاح أو من خلال إشارات اللاسلكية يتم، من الغير الممكن أن يتم من خلال الإشارات الغير اللاسلكية. هذا حقيقة كثير من اللغط دار حوله وحول هذا المقطع اللي شفناه قبل شوي، ونبغى يمكن الأستاذ أحمد يعلقنا عليه. مساء الخير أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، طيب نطلع فاصل قصير لحين نحلل هذه المشكلة التقنية من المصدر ونعود. حياكم الله من جديد. نعود مع ضيف الأستاذ أحمد الحربي المتخصص في مجال السيارة. أستاذ أحمد تسمعني؟ أي أسمعك. حياك الله. الله حيك أستاذ أحمد. نبغى نعيد بس نشوف المقطع اللي شفناه بالبداية قبل قليل أثناء تقديم الموضوع، ثم نعود لنأخذ منك تفاصيل أوسع عنه. أنت تعرف أن دائما أغلب السيارات يجي رقم الشاصي هنا، تمام؟ وهذا أكبر غلط، المفروض أنك تحط عليه ورقة، لو جيت عند رجل المرور ولا تفتيش تقدر تشيل الورقة عن رقم الشاصي حرصا على سيارتك، وأي أحد يكلم قول له شوف المقطع اللي قاعد يصير. الحين سحبت الكود وقاعد أقصه مرتاح. طبعا انتهت من القصة وهذه القصة، شوفوا تعينكم شايفينها، بسم الله. روح النقطة الثانية. شوف أنا راح أشغل على طول. شوف تعينكم، فكيت السيارة. وهذا مفتاح صديق والله. اشتغلت السيارة زي الحلاوة. أستاذ أحمد سمعت المقطع؟ أي صحيح. تعليقك لو سمحت. للأسف معلومات مغلوطة تماما وغرضها فقط إثارة الجدل. رقم الهيكل عن طريقه ممكن نسمن سنة للمفتاح لبعض أنواع السيارات وليس كلها، عن طريق بعض الأدوات والمكاين اللي يفترض أنها ما تكون موجودة إلا عند محلات المفاتيح المرخصة فقط، تمام؟ وحتى وإن استطاع فتح باب السيارة وتدوير سويتش السيارة ما راح تشتغل السيارة. معظم أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية من بعد عام 2000 جميعها، خليني أقول معظمها بنسبة تصل إلى 99% من السيارات، فيها شريحة داخل المفتاح اسمها ترانسبوندر، سواء السيارات اللي تشتغل بالمفتاح أو السيارات اللي فيها التشغيل الذكي. فحتى لو دار السويتش ما راح تشتغل إلا ببرمجة هذه الشريحة. المعلومة أساسها إثارة جدل أكثر ولا أقل. السيارات ترى جاية
من خارج المملكة ومر على هيئة مواصفات ومقاييس وهو إلى آخره، فلو في أي خطر من وجود رقم الهيكل على زجاج السيارة كان أخفي، كان طلب من المصانع إخفاءه. أضف إلى ذلك تخيل يعني في ناس للأسف صاروا ينشرون معلومات بغض النظر عن صحتها، وهدفه الإثارة، يقول لك إذا أحد وقف قول له شوف المقطع. يعني تخيل شكلي وأنا واقف عند مركز تفتيشي يسألني ليش مغطي رقم الهيكل، أقول له شوف المقطع والمعلومة غلط. طبعا أرقام الهيكل موجودة في السيارة في أكثر من مكان، موجودة في الزجاج الأمامي، موجودة على الباب، وموجودة في أماكن أخرى، ولا تحتاجها الجهات الرسمية ولا المرور ولا التفتيش إلا في حالات محددة مثل مطابقة السيارات أثناء الفحص، مثل فحص السيارات إذا كان مشكوك في أمرها أنها مسروقة أو كذا. لكن في حالات التفتيش العادية أصلا ما حد يطلب منك أن يشوف رقم هيكل السيارة، لأنه بالأساس موجود في استمارة السيارة. البعض يتحدث عن مفاتيح عن بعد تستطيع فتح بعض السيارات، حتى هذا أيضا غير دقيق. شوف أخي جمال، لازم نعرف أنه ما في تقنية لا يمكن اختراقها. أي نعم في حالات تحدث، ولكن حالات قليلة جدا ونادرة وما يقدر يسويها الناس متخصصين. يعني خليني أقول علماء أبحاث خاصين بأنظمة حماية السيارات يسوون بعض التجارب، أو مافيات احترافية جدا في بعض دول أوروبا وغيره ممكن تصل إلى هذا المستوى من الاحترافية، ولكن على المستوى البسيط الأجهزة هذه لن تجدها يعني تباع على الرصيف. الأجهزة هذه لن تباع إلا لجهات مصرح لها بعمل لكنه ممكن. أستاذ أحمد، يعني أنت قلت قبل شوي بداية كلامك عن رقم الهيكل، لأنه في بعض السيارات القديمة ممكن يصير فيها هالشيء، صح؟ بعض السيارات القديمة خليني أقول الملعقة ممكن تشغلها. أوكي، إحنا الفكرة كالتالي، هل نمنع الملعقة أنها تنباع في السوق؟ أكيد لا. أنت لما تتكلم عن شخص محترف يمتلك أدوات أكيد راح يقدر يشغل السيارة، لكن لا تعمم أنه روح غطي أرقام هيكل سيارتك. وخليني أنا أعكس الآية وأسألك سؤال أستاذ جمال، لو أنت ضيعت مفتاح سيارتك إيش مفروض تسوي؟ ترميها في التشليح خلاص لا يستفاد منها؟ أكيد في طريقة نقدر نسوي عن طريقها مفتاح، وهذه واحدة من الطرق. المكاين هذه موجودة عشان تسهل الناس، عشان تسهل على الناس سواء أصحاب المحلات أو طيب حتى طيب ملاك السيارات. خلنا نروح للي يشتغلون المفاتيح هذه، هل في إجراءات؟ يعني هل لازم راعي المحل هذا يتأكد أنه أنت بالفعل صاحب السيارة عشان يقص لك المفتاح؟ يفترض أنظمة الدولة تجبر أصحاب محلات المفاتيح أنك ما تنسخ مفتاح ولا تسوي مفتاح ضايع إلا بمطابقة إثبات السيارة أنه هذا مالكها، وأيضا تسجيل حتى بيانات الناس اللي تنسخ واللي تسوي مفاتيح ضايعة في سجلات، وقد تطلب في أي لحظة من قبل الجهات المختصة. لكن غير دقيق أنه التقاط موجات المفتاح عن بعد تمكنك من فتح السيارة وتشغيلها؟ لا لا لا، أبدا أبدا. وحتى ترى في تصريح لوزارة الداخلية على حالة أخيرة حصلت بأنه أحدهم يقول أنه انتركت سيارته عن طريق هذه التقنية، وبالأخير اتضح أنه مضيع مفتاحه، والناس اللي وجدوا المفتاح هم اللي شغلوا السيارة. وبالمناسبة خليني أقول نصيحة أخي جمال، أي أحد يشتري سيارة مستعملة أو ضيع مفتاحه وخايف عليها أنها تسرق بمفتاح آخر، ترى عن طريق وكالات السيارات أو عن طريق محلات المفاتيح تستطيع أنك تلغي المفاتيح السابقة، بحيث لو حصل عليها أحد ما يقدر يشغل السيارة. قد يستطيع فتحها لكن لن يستطيع تشغيلها إذا قمنا بمنح هذه المفاتيح من كمبيوتر السيارة. تنصح اللي يشترون سيارات جديدة بأنهم يغيرون المفاتيح؟ والله يفضل المستعملة تحديدا منها. أكيد، شوف، يفضل أنه دائما يكون عندك نسخة احتياطية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما تروح تعمل نسخة احتياطية تطلب من محلات المفاتيح أو من الوكالات أنه يمسحون لك المفاتيح السابقة تماما، حتى لو وجدها أحد أو شيء لن يستطيع سرقة السيارة. طيب خلينا نروح معك لشيء بعد، بس عشان نرسل رسائل تطمين، مو الهدف ترى أن نحاول نجد ثغرة، لكن أنت بالدرجة الأولى قاعد تتعامل مع جهاز كمبيوتر موجود في السيارة، أنا أستطيع قراءة عداد المياه، أستطيع قراءة عداد الكهرباء، أستطيع التعرف على أي جهاز يمكن أن أولج إليه من خلال الكمبيوتر عن بعد، وش اللي يمنع أني أنا أدخل السيارة هذه عن بعد؟ طيب أولاً، السيارات الموجودة الآن ليست متصلة بالإنترنت، فلما تتكلم عن بعد قد نستطيع من خلال الإنترنت. الشيء الثاني، الريموت اللي قاعد تستخدمه أنت علشان يفتح السيارة ما هو قاعد يرسل موجات بشكل مستمر، ما يرسل الموجة إلا وقت ضغطة الزر، تمام؟
إمكانية التقاط هذه الموجة ممكن، ولكنه صعب جدا ومعقد جدا. لما تتكلم عن مهندسين محترفين أي نعم يستطيعون، ولكن ليست ببساطة أنه تجد مثل هذه الأجهزة في الشارع ولا بأيدي مراهقين، ولا يعني مثل هذه التقنيات عليها رقابة شديدة، لن يسمح أبدا بأي شكل من الأشكال بإدخالها يعني بشكل رسمي لأسواق المملكة. فالموضوع جدا معقد. يعني مثال، في واحد مثلا شفته قبل فترة صور فيديو يقول أنه شوفوا التقط موجة مفتاح، في خطوة هو ما صورها، الخطوة الأخيرة كانت لابد أنه يفتح سويتش السيارة، هو يدعي أنه نسخ المفتاح بدون ما يروح للسيارة، وهذا الجهاز أنا أستخدمه من أكثر من 10 سنوات لم يستطيع النسخ إلا بخطوة أخيرة هو ما يصورها، فيضللون الناس بخطوة أخيرة ما تظهر فقط بمجرد يعني خليني أقول لمجرد الشو. ولكن ما ننكر أستاذ جمال، وهذه تجربة قمت فيها أنا مع أحد الإخوان ونشرت على إحدى القنوات الفضائية، وفي يوم من الأيام وقفنا سيارتنا في أحد شوارع الرياض وبحثنا على الإنترنت ووجدنا محل وطلبنا منه أنه يجي يشغل لنا سيارتنا المفتاح ضائع. للأسف أنه حضر وفتح باب السيارة ونسخ مفتاح وشغل السيارة وما سألنا أنتم مين. قد تحت مثل هذه الثغرات، ولكن نظاما يجب من الجهة المسؤولة عن ذلك، يعني لما يجي شيء لما تصير هذه التجربة وتتم، من الجهة المسؤولة عنها؟ تقصد من الجهة اللي يفترض أنه نتقرص على مثل هؤلاء اللي يطلبون نعم. بياناتنا؟ أعتقد أنها وزارة الداخلية تمام؟ ولكن أنا ترى ما أتكلم عن حالات منتشرة، أتكلم عن حالات شاذة موجودة للأسف، تضطر أن يجي يفتح لك سيارتك ويشغلها لا بس وش دخل وزارة الداخلية؟ مي بوزارة التجارة؟ أعتقد أنه شوف أنا ما راح أتكلم عن أمور نظامية، لكن أعتقد أنه التراخيص وما إلى ذلك قد تعود لوزارة الشؤون البلدية والقروية ولوزارة التجارة من ناحية السجلات التجارية، ولكن التصاريح اللي تعطى للعاملين في مجالات أيوة. المفاتيح هي تعطى بالدرجة الأولى من قبل وزارة الداخلية الأمني، الجانب الأمني. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الحربي المتخصص في مجال السيارات، كل هذه المعلومات يعني تقريبا إحنا خلاصة يمكن حديث الأستاذ أحمد أنه كل التجارب اللي تشوفونها اليوم اللي متعلقة بسرقة السيارات، والحديث عن رقم الهيكل وقص المفتاح، والحديث عن إمكانية تشغيل السيارة عن بعد بمفتاح آخر، هي غير دقيقة وغير صحيحة، وإن تمت فهي تتم من خلال مختصين أو من خلال وكالات السيارات نفسها. في موضوعنا الآخر ننتقل إلى أحد المواضيع المهمة على ما أعتقد يمكن هي اللي تثير اليوم أو تحفز الكثير من الشباب للاتجاه لها، الفرص الواعدة اليوم في التجارة الإلكترونية خصوصا مع الانفتاح والتطور الرقمي والتقني وغيرها من العوامل المساعدة. لكن الأمر الأهم هو أن المعرفة والخبرة في التجارة الإلكترونية سلاح قوي يضمن النجاح المستمر وتجاوز التحديات والمصاعب، لا سيما للمبتدئين والمبتديات. حديثنا في هذه اللحظات سيكون حول أبرز تحديات التجارة الإلكترونية وكيفية التعامل معها والحلول المثلى لذلك، ونستضيف للحديث حول هذا الموضوع عبد الله الاثنيان المهتم بالتجارة الإلكترونية. حياك الله معنا يا عبد الله. أهلا وسهلا. شكرا لقبولك الدعوة وحضورك معنا اليوم. الله يطول بعمرك، ولا شيء أشكركم على هذه الدعوة الجميلة. يا أهلا وسهلا. إضافة لذلك جدا موضوع مهم للشارع السعودي أولاً وللمهتمين ذاتهم. حياك الله يا عبد الله. عبد الله قبل ما أبدأ أنا شدني شيء بهيئتك، كم عمرك؟ عمري 17 سنة. 17 سنة نعم. ما شاء الله. وأنت مهتم بالتجارة ولا ممارس للتجارة الإلكترونية؟ مهتم وممارس للتجارة الإلكترونية وصانع محتوى في التجارة الإلكترونية تحديداً. من متى بديت الرحلة؟ من كان عمري 11 سنة تقريباً. 11 سنة. أي. ما شاء الله تبارك. بدأت في العمل على مجالات التجارة الإلكترونية والبحث عن مصادر الدخل الأخرى. مش لهدف كسب المال، العكس على ذلك، شغفي وحبي للحاسب، للبرمجة، للتطور التقني هو اللي شدني لهالموضوع، وزاد اهتمامي للمجال هذا أكثر يوم دريت أن الرؤية وتوجه التقني بشكل كامل في الرؤية إن شاء الله يختص بالمجال الرقمي، سواء تجاريا أو تنمويا أو حتى على الصعيد الشخصي، يعني تعامل شخصية. الله عبد الله أنت سابق عصرك. الله يطول يعني عمرك. قاعد تقفز للمستقبل في موضوع التجارة الإلكترونية. قل لي من تجربتك اليوم، من عمرك 11 الآن عمرك 17 صح؟ نعم. نتكلم عن 7 سنوات تقريبا. خلينا نتكلم عن فعليا في التجارة الإلكترونية 5 سنوات. خمس سنوات. نعم.
كان اهتمام كبير جدا جدا. مش كثر تقضي وقت يعني وانت تدور على المعلومات؟ المعلومة أتقصى لها البحث المصدر الصحيح. اليوم المصادر جدا كثير متوفر على منصات البحث كلها، فبالتالي الوصول للمعلومة الصحيحة هو من يأخذ وقت أكثر. وللوصول للمعلومة يكون سهل جدا بكتاب كتابة السؤال وإجادة الإجابة، ولكن التحري والتقصي حول الإجابة الصحيحة هو اللي يأخذ وقت. فكان يأخذ بوقت تقريبا ما بين 3 ساعات إلى تقريبا 12 ساعة، بس متقطعة طبعا مش متكاملة. وش أكثر شيء شدك بموضوع التجارة الإلكترونية؟ وش الشيء اللي خلى عندك هالدافع اليوم والحافز أنك تبحث؟ في السابق اللي خلاني أبحث عنها أنك تتكلم عن الأنترنت والشبكة بشكل كامل والأمن السبراني، فكان هذا اللي شادني دائما عليها أنه التحول الرقمي والتطوير والآخر. هذا اللي كان في البداية، وللأمانة كنت ناظر للمدونات وكنت أقول أنه متى اليوم اللي يجي عبد الله يسوي هالمدونة. لكن تحول المجال إلى التجارة الإلكترونية عندما بدأت العملية في أنه الناس صارت تدخل عن طريق المتاجر الكبرى والبيع فيها، زي المتاجر الكبيرة العالمية اللي انشئت في السعودية وصارت تضم التجار الصغار. فهنا هي اللي شدتني أكثر أني أبحث حول المجال هذا، خصوصا أنه يجمع بين مجالين قوية هو التجارة والإنترنت في نفس الوقت، فجمع بين مجالين أنا شغوف فيها جدا. فالشغف هو اللي شدني على هالمجال وخلاني أتفع فيه أكثر وأنمو فيه أكثر بمعنى صح. وش الخلاصة اللي وصلت لها اليوم خلال الـ5 سنين؟ اليوم وصلت للخلاصة اللي أنا وصلت لها اليوم، أنه الوعي جدا عامل مهم في التجارة الإلكترونية، هذا رقم واحد. تعلم الشيء الجديد والبحث في الشغف بيعلمك يعني مداخل جديدة للمعلومة، تطوير جديد للمعلومة إلى آخره. إضافة إلى ذلك وهو الأهم، طريقة البحث عن المعلومة السليمة من مصدرها السليم. لما كنت مبتدئ، وهذا يمكن رسالة للمبتدئين اليوم، وش أكثر تحدي يواجه المبتدئ بالتجارة الإلكترونية؟ أكثر شيء يواجه في التجارة الإلكترونية تحديدا هو معرفة الشريحة اللي هو يقدم لها الخدمة. هذه أكبر يعني ممكن عائق. حدد عملاء بالضبط. وإضافة إلى ذلك المحتوى اللي يقدمه للعملاء، يعني المين وكيف ومتى وش اللي بتقدمه أساسا. فهي الأساس والمبدأ. يعني اليوم كثير اليوم متاجر موجودة في السعودية كثير قاعد تقدم خدمات. عملية أنه أنت تمشي على نفس الرتم صعبة جدا وترفع معدل التنافس جدا كبير. اليوم أنت لازم تطلع بشيء جديد، إما تحل مشكلة موجودة في السوق أو أنك تخلق مشكلة وتجعل الناس نفسك عليها. وهذا مبدأ بالشغل، أنه لما تكتشف مشكلة حاول تبحث عن حل خاص فيك مميز، مش أنه أنت تبحث عن شيء منسوخ من حاجة أساسية وتبدأ بالعمل عليها بنقل شيء جديد أنه تضيف عليه. وش رأيك باللي في كثير من الأصوات الفترة الماضية يمكن أخذت نفس المنحة حقك، لكنها خلينا نقول ما بقول بتشدد، لكنها يمكن أخذتها بحدة شوية في موضوع التجارة الإلكترونية. التجارة هي الإلكترونية هي اللي راح تدر عليك دخل، أنت وين رايح قاعد تشتغل؟ أفصل من وظيفتك استقل، هذه راح تدخل عليك 100,000 بالشهر، هذه 50,000، هذه 40,000، لأي مدى هالكلام دقيق؟ حلو. طب أنا اللي بطرح سؤال على هالأشخاص اللي تنطلق بهالمنطلق أنه أفصل أترك دراستك ولا آخره. أنا اليوم عمري 17 سنة، بإمكاني إذا أنا أشتغل بالتجارة الإلكترونية أني أفصل من دراستي وأكمل على هالمنهج وأوصل إلى المناهج اللي هو وصلها اللي يتكلم عنها سواء هو أو غيره من الناس المتشددين بهالمجال. اليوم التجارة الإلكترونية هي مصدر دخل إضافي. التجارة الإلكترونية اليوم في تطور، في كل ساعة يخترق منافس جديد، في كل ساعة يخلق منتج جديد، في كل ساعة يكتشف مشكلة جديدة. فبالتالي صعب أنه أنت تنافس على مشاكل جديدة إذا ما كان عندك تطور، والتطور ما يجي إلا بالتعليم. فصعب أن الواحد يترك التعليم ويترك المنهجية ويمشي على الشغف ويمشي على مهاراته دون الحاجة للأكاديمية. فبالتالي هو إنسان قاعد يكتشف أشياء ممكن يكتشفوها الناس من زمان موجودة في الكتب ومدونة والناس تتعلم فيها، فليش إحنا نصعب الأمور علينا وهي بيدينا الآن؟ كمبتدئ وين أروح عشان أطور نفسي لو كان لي الرغبة في الدخول في التجارة الإلكترونية؟ أول شيء زي ما قلت في البداية أنه أعرف أنت وين وأنت مين وإيش بتقدم. أنت اليوم لو بتنافس على مجال التجارة الإلكترونية المجالات جدا كثيرة، ولا يشرط أنه يكون عندك منتج ملموس أو سلعة تباع وتسترد إلى آخره. قد يكون لديك خدمات، ممكن أن أنت فني مبرمجة أو مصمم واجهات برامج إلكترونية، ممكن الشركة هذه تتعاقد معك خلال ساعة ساعتين وتنهي العمل معك وإلى آخره من المجالات الأخرى. فبالتالي لا ننظر المنظور أنه التجارة الإلكترونية تقتصر على منتج، قد يكون على خدمة، قد يكون على مهارة، قد يكون على أسلوب، ممكن أنه أسلوب. هذه الأسئلة كلها اللي قلتها قبل شوي يمكن عبد الله، وهذه النقاط اللي قلتها يمكن ما تكون واضحة عند الشخص، يمكن تنقصها المعرفة.
وين أروح اليوم؟ وين أحصل على المعلومة؟ وين أحصل على جهة تقدم لي الإرشاد اللي تكلمت عنه، الإرشاد المهني، الإرشاد كيف تدير هذه التجارة بشكلها السليم والصحيح؟ اليوم في التجارة الإلكترونية أنا جدا سعيد إني في بلد تساعد في التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وأنا نتكلم خلال 5 سنوات تطور ملحوظ وقوي في التجارة الإلكترونية. اليوم عندنا مركز العطاء الرقمي، عندنا منشآت بتطبيقها نوافذ، عندنا مركز دلني تابع لصندوق الهدف للموارد البشرية بمحاضراته بورشات العمل وبأيضا استشاراته المقدمة من أصحاب الخبرة وفي نفس الوقت المستثمرين الكبار. فبالتالي احنا ليش نروح للمعلومة الغلط؟ انه ناخذ من ناس عندها خبرة في المجال سنتين 3 سنوات واخذ تجربة هو توفق فيها نعم، ولكن بغير منهجية، هو ماشي مش على خطة معينة، هو مشى على شغفه. ممكن الشغف اللي عندك يختلف تماما، فبالتالي الخطة هذه ما تمشي معك. اليوم المراكز الوطنية تساعد وتساهم في عملية رفع معدل الوعي في التجارة الإلكترونية. يعني اليوم انت ما تقدر تروح لمنشآت، اليوم مقدم لك تطبيق نوافذ من منشآت، ما تقدر تروح دلني، جميعها مسجلة على السوشيال ميديا وتقدر تسترجعها إلى مرة ثانية. فبالتالي اليوم حتى المسؤولين فاتحين حساباتهم في السوشيال ميديا، اطرح سؤال وتلقى الإجابة، فلا نستصعب الموضوع، ولكن خذها من مصدرها الصحيح، اعرف وش سؤالك، وصغ سؤالك ووصله للمسؤول أو وصله للشخص اللي مسؤول عن هالنقطة، كأنه يقدم لك استشارة أو يقدم لك النقطة اللي أنت تحتاجها في نفس المجال. من تجربتك في التجارة الإلكترونية، هل يوجد اليوم في السوق أشخاص أو جهات تقدم دراسات جدوى غير دقيقة أو غير واقعية ويتم البناء عليها من قبل، خلينا نقول صاحب متجر معين يبغى ينشئ متجر ويأخذ بناء عليها قرض ويحصل فيها على الدعم اللازم ويفشل، هل هذا شيء قائم؟ للأسف في الفترة الماضية كان هذا الشيء قائم، بمعنى أنه في ناس تقدم دورات بصفة أنها مدربين وأنهم ناجحين في التدريب دون أي منهجية في التدريب، ما عندهم القدرة على إيصال المعلومة للناس. أوكي عنده معلومات جيدة وسليمة، ولكن المحتوى صعب إيصاله للناس بالطريقة السليمة وإصاغته للناس بالطريقة السليمة. فبالتالي يقدمون رؤوس أقلام، والرؤوس الأقلام هذه تنهى الدورة بدراسة جدوى أو خطة تشغيلية ولمشروعك، وأنت تقول أنا مستفيد من الدورة هذه، لو ما طلعت بمعلومة طلعت بهذا الشيء، وهذا الغلط الكبير. اليوم دخولك للدورات أو دخولك للسوشيال ميديا والبحث عن المعلومة أساسا هو الأخذ بالمحتوى والعمل عليه. أنت لما تدخل تأخذ معلومة، أنت هدفك أنك تضعها على أرض الواقع وتعمل عليها في مشروعك، فبالتالي هي أساس كل مشروع. أنت لما تدخل دورة اعرف المعلومة، وليس أنك تأخذ دراسة الجدوى اللي بنهاية الدورة أو الشهادة وتقول للجهة المختصة أنه أحتاج تمويل. وهذا اللي أنا أشوفه حاليا، أنه يأخذون دراسة الجدوى يقدم تمويل وهو مش عارف كيف يدار هذا المشروع أساسا. يعني أنت تشوف أن التحدي الأكبر هو في عدم معرفة، خلينا نقول، التسلسل الطبيعي لكيفية بناء تجارة لدى الكثير من اللي مقبلين عليها. مش تسلسل، خلينا نقول انه عدم الوعي. اليوم ما في وعي، الناس صارت عندها، رغم كل الجهات اللي ذكرتها قبل شوي هي داعمة وتقدم، تشوف انه الوعي لازال واكثر بكثير. المنصات ذكرتها هذا جزء بسيط جدا، المنصات اليوم كثيرة جدا وصعب حصرها في لقاء واحد او لقاءين، ولكن اللي بوصل للناس اليوم ما هي تبحث عن المعلومة بل تبحث عن شغفها. اليوم انا حماسي وشغفي يطغى على أنه أنا أمشي بالطريقة السليمة، أنه اليوم أنا أنتبه للخطوات الأساسية وأبدأ أمشي عليها وأبدأ أبني عليها وأبدأ مشروعي بشكل سليم. هذا المفروض يصير، أنه اليوم الناس صارت تسمع أنه هذا ربح 500,000، هذا 200,000، هذا 300,000. خلي اطرح سؤال بينك وبين نفسك، هل أنا أبغى الربح هذا لفترة قصيرة وأنتهي وأكون ورقة محروقة، أو أنه أخلي هذا الربح يكون هو بس قاعدة لي والربحي فيه متزايد وبالعكس مشروعي فيه تنمية عالية؟ هذا هو الهدف الأساسي من المشروع. فبالتالي أي شخص لما يبحث عن أي مشروع إن كان، الأساس والهدف من هو رفع المشروع إلى سقف التنمية، أنه يكون تنموي مستدام ومستدام وأيضا يكون موجود في كل أنحاء العالم، مش بس في المملكة ويقتصر على متجر إلكتروني فقط. طيب، التجارة الإلكترونية وأنت يمكن أحد المختصين فيها وعندك هذا الشغف فيها من فترة، تنطوي على الكثير يمكن من عمليات الاحتيال اللي تصير فيها،
احكي لي عن الاحتيال اللي يتم بالتجاره الالكترونيه، كيف يتم؟ طيب اليوم التجاره الالكترونيه الحمد لله متابعة ومطلع عليه بشكل كامل من ناحية المشاريع، من ناحية عمليات الاحتيال والنصب، ولكن كل ما زاد الحذر زادت المخاطر. فاليوم زادت المخاطر أنه صار مو بس التلاعب بالاتصال الهاتفي أو بالرسائل النصية، صار التلاعب بأنه ينسخون المواقع الرسمية ووضع لها صفحات وهمية وبمعلومات رسمية، معلومات منتج وموجودة وأرقام تواصل ولا آخره، ولكن يغريك بمبلغ معين. ممكن اليوم أنت ما تقدر تدفع مبلغ الجهاز كامل، فبالتالي يقول لك أنا أسوي لك عملية الأقساط، ولكن تواصل معي عن طريق الجوال أو عن طريق الرسائل الهاتفية ويرسل لك مستندات أصلية فعلا، ولكنها مستنسخة وفيها فوتوشوب وفيها يعني فبركة، فبالتالي أنت تروح تدفع له 58 ريال أو 100 ريال، مبلغ بسيط، ولكن المبلغ هذا ينعكس على 200 شخص 300 شخص، وبالتالي هو قاعد يكسب مبالغ جدا كبيرة بسبب هالمشكلة اللي هي مشكلة وشو؟ أنه المبلغ الصغير اللي إحنا نستهين فيه ونقول أنه الحمد لله أني قدرت أني أتخطى هالمشكلة بدون ما يسحب مبالغ كبيرة، أنه قاعد يتكرر على أكثر من شخص وممكن أقل مني مبالغ دخلاً. فهذه أحد المشاكل اللي صايرة، أنه يروحون عن طريق الواتساب ويرسلون سجلات تجارية وهمية مضروبة، وعدم التأكد منها هذا أكبر خطأ من العميل قبل أنه يستجير. وأساساً الأقساط أو نظام الأقساط، لا يوجد نظام أقساط عن طريق الهاتف، لابد الحضور إلى مركز ومقر معين للشركة هذه، ووجود سجلات لها، سجلات تجارية، سجل ضريبي، مدير تنفيذي ولا آخره، وقسم مختص بهالنظام بهالعقود. أخيراً وانت بدأت حديثك أنه قادك الشغف للتجارة الإلكترونية، لأنه كنت تتكلم عن اهتمامك اليوم في الحاسب الآلي، وبالتالي نشأ هذا الشيء. هل أصبحت التجارة الإلكترونية اليوم بالنسبة لك عمل جانبي أو عمل جزئي؟ هل وصلت لمرحلة تكوين دخل من خلال التجارة الإلكترونية؟ لا شك أنه من البداية أنا مكون دخل الحمد لله، وأكون دخل جدا جيد من التجارة الإلكترونية. اليوم وصلت لمرحلة أخرى نقدر نقول هي مرحلة الوعي للناس اللي مقدمة على التجارة الإلكترونية. اليوم في السوشيال ميديا الناس مندفعة جدا، يعني تجرف تحو من ضمن الإعلانات، لما يشوف إعلان عن دورة أو عن شخص كسب مبلغ معين خلال التجارة الإلكترونية يندفعون مباشرة بدفع المبالغ. فإحنا اليوم كصناع محتوى في التجارة الإلكترونية مش هدفنا أنه نأخذ فلوس أو أنه نطلع دخل منها، إحنا هدفنا اليوم هو الوعي في التجارة الإلكترونية، ونخلي الناس يكون عندها وعي كافي قبل البدء. قد يكون المجال هذا غير مناسب لها أساسا، فبالتالي إحنا هدفنا اليوم هو الوعي أولا، ثانيا أنه يكون عندك معلومات كافية عن المشروع، ثالثا أنت تعرف أنت وين رايح له، وين متوجه له أساسا، وإيش اللي أنت متقدم عليه، وهل هذا المنتج سينفع أو له مدى طويل أو أنه مدى قصير وسينتهي. في أي مرحلة عبد الله؟ حاليا في ثاني ثانوي. ثاني ثانوي. نعم. وين ناوي تتوجه إن شاء الله بعد الثانوي؟ توجه إلى الآن ما أقدر أقول أفصح عن شيء، ولكن إن شاء الله نقول في مجال التقنية بإذن الله. وش النصيحة اللي توجهها اليوم لمن يتابعنا من المهتمين بالتجارة؟ اليوم أوجه نصيحة للكل بدون استثناء، سواء كبير أو صغير. التجارة الإلكترونية لا تقتصر على عمر ولا لها وقت معين، هي تحتاج لثلاث نقاط رئيسية. أولا التحري للمعلومة من مصدرها الصحيح، اثنين أخذ الفائدة والعمل بها وليس الاحتفاظ فيها، ثلاثة البحث عن الفكرة الممكن أنها تخلق ضجة في السوق وترتفع إلى سقف التنموي، أنها تكون مستدامة وتكون موجودة في السوق بشكل مستمر. فاللي بيفكر وعنده فكرة قوية لا ينتظر إلى الغد، لأنه بكرة ممكن شخص ينفذها. فبالتالي فكرتك اليوم موجودة، ابدأ اعمل عليها، ابدأ اشغل فيها، ابدأ استثمر فيها، ولا تترك المجال الأكاديمي أو المجال الوظيفي من أجل أنه والله هذه الدخل عليه دخل كبير. فبالنهاية الدخل هذا نبغاه يستدام أكثر. أنا قبل بختم معك، بس الشباب يصرون على موضوع في 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 فكرة عندك عن الاحتيال الإلكتروني، لو تحدثني عنها أكثر. طيب في الآن بضرب مثال بسيط، اليوم في نظام الأقساط، لنفترض أنه قيمة الجهاز 3000 ريال، وأنا ما عندي لا نظام الشركات اللي تقصد على 4 دفعات 5 دفعات، وأبغى أنصب على شخص معين، فبالتالي أنا أجي أقول لك عندنا نظام الأقساط، سجل معلوماتك وإحنا راح نتواصل معك عن طريق الواتساب. فأجي أنا أتواصل معك عن طريق الواتساب وأقول لك هذه معلومات الشركة وكل شيء، خلاص ادفع المبلغ الفلاني 100 ريال 100 ريال عشان بس المندوب يوصلك للبيت، تمام؟ إما أنه يرسل لك رابط
والرابط هذا يسحب منها المبالغ اللي في حسابك كاملة. والناس قالت لا، أن نخاف الآن أنه إحنا ندفع عن طريق الرابط لأنه مخاوف وأنه صعب وأنه إلى آخره. بس هو يقدر يسوي طريقة ثانية، أنه يحول على حساب شخصي ويأخذ هذا المبلغ 100 ريال ويقول لك خلاص أوكي تمام، أنا قبلت معلوماتك، أرسل لي هويتك وأرسل لي مدري وشو. في النهاية يطلب منك رمز حق أبشر، لأنه أبشر مربط بنظام الأقساط. يعني تربط. يغريك بالبداية بالضبط، يسحب رجلك لما تعطيه المعلومات بالضبط، والمعلومات هذه تؤدي إلى مشاكل أخرى أكثر بكثير. أنا شكل لك جزيل الشكر عبد الله، بس بالنهاية أنا بقول كلمة حقيقة، لأنك أنت يمكن من القلة اللي حضروا اليوم في هلا وكان عندهم هذا الحضور وهذا النضج رغم سنك الصغير. أنا سعيد بحوارك أمانة، سعيد بالنضج اللي تحمله رغم حداثة سنك. أنت تمثل الجيل الرائع والجيل اللي يحمل أفكار هذه الرؤية بالنضج اللي ظهرت فيه اليوم. ويمكن أكبر شيء أقدر أقوله شكرا لوالدك وشكرا لوالدتك اللي قدموا لنا هذا النموذج الرائع والمميز للشاب السعودي. شكرا جزيلا يا عبد الله. العفو، شاكر لكم اللقاء. شكرا جزيلا لك. بعد هذه وبعد الحديث عن التجارة الإلكترونية نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء.